خليني هروح لمنظمة التحرير الفلسطينية واللي بتعلن رفضها الكامل لأي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح. ومعانا على التليفون السيد عمر حلمي الغول الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد عمر. سيد عمر، يعني مفهوم جدا موقف منظمة التحرير الفلسطينية من رفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح، لكن بتشوف إزاي ممكن المنظمة تترجم هذا الرفض، والمنظمة عمليا هي المنظمة المعترف بها بشكل دولي كممثلا عن الشعب الفلسطيني؟ بالتأكيد، أنت تعلم أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني في كل المسائل التي تخص الشعب الفلسطيني، بدءا من المعبر، تمثيل الشعب في المحافل العربية والإقليمية والدولية، وكذلك على أرض الوطن الفلسطيني وفي حدود سلطته الوطنية وحكومته. وكما تعلم أن المعبر هو جزء لا يتجزأ من رموز السيادة الفلسطيني، وهو نتاج أيضا اتفاق أوسلو والاتفاق الذي أبرم بين القوى الأربع: جمهورية مصر العربية، السلطة الوطنية الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، ودولة الاستعمار الإسرائيلي 2005. في 15 سبتمبر 2005 عندما تم الإقرار بتولي السلطة في المسؤولية الكاملة عن المعبر وفق الاتفاق الذي أبرم. ولكن إسرائيل باجتياحها بالأمس وسيطرتها الكاملة على معبر رفح وإزالة علم فلسطين ووضع العلم الإسرائيلي هو انتهاك صارخ لاتفاقية أوسلو وللاتفاقية الرباعية التي أبرمت وهي اتفاقية دولية، وكذلك حتى لاتفاقية كامب ديفيد 1979، لا سيما وأن النقطة دال في الاتفاقية تقول أنه لا يسمح لإسرائيل بالدخول لمحور فيلادلفيا وللمنطقة، ولا يسمح بوجود أيضا سلاح ثقيل إسرائيلي، لا دبابات ولا طائرات ولا صحيح. حتى رشاشات متوسطة، وإنما المسموح بأسلحة فردية لجنود جيش الاحتلال و4000 جندي إسرائيلي لمساحة لعمق 4 كيلومتر داخل النقب وحتى على محور فيلادلفيا. وبالتالي ما تقوم به إسرائيل وبغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية هو انتهاك فاضح، ونحن نرفض وجود أي شركات خاصة أو عامة أو غيرها غير منظمة التحرير وممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية على المعبر الفلسطيني، أي معبر رفح الذي نتحدث عنه الآن. نحن نتحدث عمليا، يعني لو احنا بالرجوع لاتفاق 2005 نتحدث عن رفح ونتحدث ايضا عن كرم ابو سالم، لانه دول كانوا يمكن المعبرين اللي بنعنيهم خاصه على الحدود المصريه سيد عمر. وهرجع تاني لنفس النقطه اللي يعني احنا الاثنين متفقين عليها، المنظمه هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكل ما يختصه، وبالعوده لاتفاق 2005 فانه هذا المعبر مفترض انه بتتحكم فيه السلطة الفلسطينية. ما هي الخطوات اللي بتنوي المنظمة وتنوي السلطة الفلسطينية في رام الله اتخاذها ضد هذا الخرق الواضح لاتفاق المعابر الموقع في نوفمبر 2005؟ أولا التوجه للأشقاء العرب وخاصة لجمهورية مصر العربية لتكريس، وأيضا للاتحاد الأوروبي الذي رعى هذا الاتفاق وشارك فيه وله باع طويل في هذا المجال، وكذلك لمحكمة العدل الدولية وأيضا للأمم المتحدة للبدء في هذه المسألة. وستعمل المنظمة على فرض وجودها وفق الاتفاقات المبرمة حتى تنسحب إسرائيل كليا من المعبر، ونحن نراهن على الشقيقة مصر أن تلعب دورا هاما ومؤثرا ايضا وفق الاتفاقات المبرمه، لا سيما واننا جميعا نسعى
لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ورفع يد إسرائيل النازية عن أبناء الشعب العربي الفلسطيني في المعبر وفي كل محافظات قطاع غزة. ألن تخاطب المنظمة أو رام الله الاتحاد الأوروبي باعتبارها أو باعتباره طرف في هذا الاتفاق؟ لا، خاطبت المنظمة، خاطبت والسلطة وحكومة السلطة خاطبت الاتحاد الأوروبي وتخاطب الجهات الدولية ذات الصلة بهذا الملف لتكريس وجودها ولإعادة الاعتبار لما كان قبل يوم أمس فيما يتعلق بمعبر رفح. أشكرك جدا سيد عمر حلمي الغول الكاتب والباحث السياسي، كل الشكر.